الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فاليوم سنتحدث إن شاء الله سبحانه وتعالى عن المسابقة المحلية للقرآن الكريم في مستوى الفلبين التي تقوم بها الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بإشراف الشيخ الفاضل فارس بن سعد المطيري حفظه الله سبحانه وتعالى بالتعاون مع جمعية الحفاظ بالفلبين ومؤسسة المودة للخدمات الإنسانية بالفلبين. فستكون هذه المسابقة إن شاء الله سبحانه وتعالى على عدة مناطق وعدة مدن. أولا مدينة مراوي ستكون التصفيات هناك إن شاء الله في 25 و 26 فبراير عام 2020. وثانيا مدينة كتبات وما حولها في 27 و 28 فبراير، ومدينة جنسان في 1 مارس، ومدينة دابو في 3 مارس، ومدينة زنبونغا 5 مارس، وبسيلان 7 مارس، ثم التصفية الأخيرة في 9 مارس في عاصمة الفلبين مانيلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبعد هذه الجولات والتصفيات إن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون هناك حفلة كبيرة لتكريم الفائزين والفائزات في هذه المسابقة إن شاء الله سبحانه وتعالى في وسط مدينة كتباتو بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى لكم مزيدا من التوفيق والسداد.